أخبار اليوم. أنا عايز أقول للمصريين إن بلدنا حلوة وتستاهل مننا كل خير، ولازم ننسى كل خلافاتنا وننسى أي حد بيحاول يخلينا نقع في بعض، لأن هي في الآخر هو ده وطننا، إحنا اللي عايشين فيه مع بعض، الأخ جنب أخوه، المسلم جنب المسيحي. أي حد من بره ما يهموش حاجة غير إن إحنا نتقاتل فيما بيننا، نمسك في خناق بعض، نقع في بعض، نكره وطننا، نكره نفسنا، نكفر بعشتنا. هو ده اللي أي حد بيحاول يدمر أي وطن مش هيعوز أكتر من كده. إحنا لازم نقول إن إحنا مصريين بنحب البلد، بنحب إخواتنا، لازم كلنا ننسى كل الخلافات اللي بينا، ونحب بعضنا، لأن مصر تستاهل كل خير وتستاهل إنها تتقدم بينا. علشان كده لازم نحط إيدينا في إيدين بعض ونحب بعض وننسى كل خلافاتنا علشان نطلع لقدام. أنا عايز أقول إن المنظر الجميل اللي أنا شايفه ده يعني حاجة يا رب إن شاء الله تكون بترفع معنويات الشيخ المطيب، وعايز أقول إن العلم المصري ده يعني فخر لينا كلنا طبعا، وإحنا جنب حضرتك، وعايز أقول كمان لكل جندي ولكل شاب مصري يعني خليك راجل، عشان في رجاله فعلا، في رجاله موجودين في البلد في الوقت اللي انت قاعد فيه على الانترنت، انت بتعمل شات وحاجات مع زمايلك او بتقول كلام او بتشتم في البلد، الناس دي واقفه على الحدود في عز البلد وعز يعني عز التلج اللي انت بتشتكي منه اصلا وانت نازل ميدان التحرير ولا رايح العباسيه ولا حتى راكب المترو، لا هم واقفين في الطلق في الصحراء، وبعدين بيتعرضوا لحاجات بتؤدي لحاجات يعني لا ترضي الاهل ولا ترضي مصر. لكن احنا بنقول لكم خليكم رجاله، لان احنا عندنا ابطال فعلا لازم نبقى زيهم.